الحلقة الرابعة كان فيها الأسئلة الكتير اللي احنا كنا نتكلم عليها. الأسئلة دي احنا النهاردة هنتكلم بشكل مفصل. لو انت فعلا كان عندك اختيارات، لو انت جاوبت إجابات غير المعتادة وجاوبت إجابات تفصيلية، الحلقة دي هتساعدك ان انت تقدر تطلع أماكن وتقدر تظبط رحلتك. تعال نشوف. لو انت جاوبت ان انت بتحب التاريخ أو الآثار، جوجل مابس وهتكتب في السيرش اسم السيتي وجنبها كلمة ميوزيوم، مثلا روم ميوزيوم. طب في حالة ان انت كان فارق معك الشوبينج، هتكتب في جوجل مابس ستريت ماركت شوبينج مول ماركت، وجنب كل كلمة من دول تكتب اسم المدينة، يعني مثلا بروسلز ستريت ماركت. كل بلد فيها تشين من المحلات مشهورة بالشوبينج. على سبيل المثال في يوروب دور على برايم مار، ولو انت في دبي دور على الاوتلت مول، او روح دبي القديمة وامشي في الشوارع بتاعتها، هتلاقي كتير محلات هنود وهتلاقي فيها ماركتس وحاجات رخيصة. او دور على تشين اسمها داي تو داي، ولو انت في كندا او امريكا دور على والمارت. كل دي تشينز من المحلات مشهورة ومنتشرة، ودي البلاد اللي موجودة فيها. لو انت من الناس اللي هيفرق معاك الاكل، افتح جوجل ودور فيها على اشهر اكلة في البلد دي، يعني مثلا اكتب ايطالي فيمس فود، هتلاقي لك باستا او بيتزا مثلا. ساعتها هدور في جوجل ماب على المحلات الباستا او بيتزا فود، واكتب جنبها اسم السيتي اللي انت هتكون فيها. فور اكزامبل اكتب فينيس باستا فود، يطلع لك محلات كتير. دور على المنيو بتاعت المحلات دي وشوف الاطباق الرئيسيه اللي بتقدمها، وخد اسم الطبق دوت ودور عليه في جوجل وافتح الصور بتاعته ودور على صوره الطبق ده، عشان ممكن يكون موجود مكتوب بلغه انت مش فاهمها، فساعتها لما تسافر تكون فاهم الاطباق دي هي ايه. لو بيفرق معاك ان انت عايز تتفرج على شواطئ وتنزل الميه، اكتب اسم المدينه وزود جنبها كلمة بيتش أو بابليك بيتش. فور اكزامبل اكتب روم بابليك بيتش. لو انت بتحب الغطس، حتى لو انت مش واخد سيرتيفيكت ان انت تكون دايفر، فرق لما انت تسافر تعمل انترو دايف بره. مبدئيا نصيحتي ليك ان البحر الاحمر ده من احسن الاماكن في الغطس، عشان بيتمتع بمارين لايف، حياة بحرية تحفة. ساعتها هتفتح جوجل او جوجل مابس واكتب في السيرش سكوبا دايف او دايفنج سنتر. وبرده نصيحتي ليك اتاكد ان اسم الشاطئ بتاع المدينه، شوف الريفيوهات بتاعته وشوف الفيزيبيليتي، الرؤيه تحت الميه واضحه ولا لا. على سبيل المثال في زنزبار احسن الشواطئ الموجوده فيها هي شمال زنزبار، ولون الميه تحفه، لكن الفيزيبيليتي كانت صعبه جدا. انا ما فكرتش ان انا حتى البس النضاره واتفرج تحت الميه، عشان الرؤيه تحت صعبه جدا. لو بيفرق معاك مغامرات، هتفتح جوجل او جوجل مابس وهتكتب في السيرش ادفنتشر او ادرينالين او زيب لاين، بس عاده الزيب لاين هتلاقيها منتشره اكتر في افريقيا او الفار ايست. اما بقى لو كان فارق معاك الصحراء، تفتح جوجل مابس هتكتب اسم المدينه واكتب جنبها سفاري او اكتب جنبها كامبينج سايت. اما لو بيفرق معاك مناظر طبيعيه، دور في البلد دي هل هي بتمتاز بشلالات الميه او بنهر او ببحيرات او بجبال، شوف ايه اللي يمتاز في الطبيعه في البلد دي ودور على السيجنيفيكانس، الحاجات المشهوره بيها في البلد دي. على سبيل المثال لو في تنزانيا هتكتب ووتر فولز تنزانيا، هيجيب لك كل الووتر فولز اللي موجوده في تنزانيا. شوف انهي ووتر فولز انت فارق معاك تروحها، هنا هتقدر تحدد انهي سيتي هتزورها في تنزانيا. طب لو بتحب النايت لايف برضه، هتفتح جوجل ماب وجوجل وهتكتب اسم المدينه وهتكتب جنبها نايت لايف ودور عليه. على سبيل المثال ميلان نايت لايف، وطبعا كل مكان من دول طلعته على الخريطه هتحتاج تعرف معلومات عنه، تعرف مكانه فين على الخريطه، وتعرف تروحه ازاي.